ومن حد كان قدم استقالة عن الحزب، بس هي هاي فوبيا الزعامة اللي اتجهت باتجاهات ناس تريد تأسس لك إقليم لأنه فقد منصب. تمام، الفياض زعيم كتلة سياسية، رئيس كتلة سياسية. حبيبي الفياض من الثمانينات رجل سياسي. تمام، هسه هذا المنطق رجل انتقد الفياض. شنو ما العبادي مو قال، العبادي مو قال، العبادي مو قال. الانتقاد يجب ان يكون على اسس منطقيه واسس قاعد عقلانية. قاعد يستغل الحشد حبيبي. لا لا مو ابدا ابدا، لانه القانون ابدا. انا انت سؤالك كان منطقي وواجب، لماذا لم يتحدث الحلبوسي عندما كان في المنصب لمده 8 سنوات وكل الوزراء الامنيين كانوا هم وزراء سياسيين؟